بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون. زي ما وعدنا وفينا، النهارده بنسلم مكنه زيرو بوكسر، سلمها النهارده للاستاذ كارم محمود محمدي. ده حاجه كارم، الله يسلمك. من هنا حاجه كارم، من ناحيه اول حاجه لما سمعت العرض كده خدتك انك تستلم مكنه بدون مقدم، كان ايه رايك في الكلام؟ صدقت الكلام في الاول ولا ما صدقتش؟ لا الصراحه تواصلت مع المعرض فكلموني وقالوا لي تعالى واللي انت عايزه وكده، فروحت حسب الاوراق اللي هم طلبوها ولقيت فعلا ان الكلام صحيح وكل حاجه، وخدتها فعلا بدون مقدم فزي ومن غير اي حاجه. والمعرض يعني المعرض وفى معاك وسلمك بدون مقدم؟ الحمد لله، وهو فعلا عند كلمته، وزي اللي بيتقال في الاعلان بتاعه هو اللي بيوفي بيه فعلا. تمام. يعني الكلام حقيقه، ما فيهوش اي كذب يعني ولا اي حاجه، اي اختلاف في اي حاجه؟ لا ما فيش حاجه، وفي سهوله في الاجراءات وكل حاجه تمام والحمد لله يعني. طب الاجراءات خدتك ان الوقت خدت منك وقت؟ لا ولا اي حاجه، بالعكس ده اجراءات سهله جدا ما بتاخدش اي حاجه. تمام. او دفعت اي فلوس وانت بتستلم؟ لا هي بس حاجه بسيطه اللي هي لزوم المصاريف الاداريه فقط لا غير. بس تمام.